يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الفني النقدي كشف حساب. اليوم الحلقة نقد 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 وايد في حكي، على قولة داود حسين قلبي متروسة متروسة على مسلسلات شفتها، على لقاءات شفتها، على أشياء بالسوشيال ميديا، على كمية صراحة ما أدري شلون تحملت طول الفترة اللي طافت. على ما هي الخميس بقول كنت بحب ليس يوم في أباليس راح نذبحهم لأن ما يستاهلون منا كلمة زينة. بس خلنا قبل ما تحكي نقول أول شيء أشكر صالون جور سبا الميك اب اليوم والشعر، وأحب أشكر صالون مريم سبهان على الصبغة والحركات اللي بالشعر وهذا حلو حلو. الحين بتحكي عن مسلسل أنا شفته تكلمت عنه قبل حلقات، واليوم تحكي عن الخاتمة. صراحة ما ندمت على الحكي، وفعلا لما شفت الحلقة الأخيرة منه تأكدت أن كان كلامي فعلا وحدسي الفني أثبت تواجده، وهو مسلسل كان خالد حق نايف الراشد وزهرة عرفات، سارة القويندي، طيف، فخرية خميس. عفوا، أرجع وأقول المسلسل قصته حلوة، لكن المشكلة بالتنفيذ. يعني شفنا الحلقة الأخيرة، واو، برعاية سلابيخات، يعني دانا، ليالي انقتلت، خالد انقتل، طيف ماتت، زهر عرفات شنقت نفسها. عندي إحساس إن الجمهور مات بعد الحلقة الأخيرة، ومع الفنيين وانتقلوا إلى الرفيق الأعلى. ما حد شنو هذا؟ لا أنت صراحة إخراجياً واو نايف، واو واو واو. أنت السنة الجاية لا تنزل تمثيل، انزل إخراج. راح يجيلك عرض من توم كروز في المهمة المستحيل الجزء الجديد عشان انت تخرجه. شط ضربة الرصاص هاي. توم كروز ما سواها في المهمة المستحيلة بأجزاء السابقة، راح يحتاجك قريبا. انت لازم يتم توظيفك قدراتك الإخراجية سينمائيا. نرجع ونقول ان المشكلة بالتنفيذ. كان خالد لو كان في تنفيذ غير كذي لازم نايف كمنتج وبطل للمسلسل، انت لازم يكون عندك مخرج تثق فيه. ما يصير ترى كل الفنانين كانوا يقدرون يخرجون لو هذا هو الإخراج. ثاني شيء، السؤال حق الكاتبة جميلة جمعة، شنو تاجر الذهب هذا اللي يذبح الناس؟ يعني نفس افهم تاجر ذهب، اوكي يصير عندهم من حقهم ان ينقلون ذهب، يطلع يكون عنده ترخيص مسدس، بس مو انه يذبح الناس. وما له داعي اساسا انه يذبح ليالي ونايف، لأن في النهاية مبين إن هم حرامية وايد. شلون يعني حرامية وايد بدائيين؟ كان يقدر يخوفهم. السامعك وش هل شو التاجر هذا اللي يذبح الناس؟ لا لازم ندافع، لازم ما شنو اطلق الرصاصة. والله نايف احنا متنا في الحلقة الأخيرة كلنا. أرد ما صراحة أنا عند كلامي، القصة حلوة، في ممثلين جيدين، وطبعا هي الخلاصة هذه كلها إن سعاد فخرية خميس هي من سوف ترث خالد اللي حاول ينصب عليها، واللي اشتغل واللي يعني أشغل نفسه وصار حيال باق من كل الناس فلوس واستغلهم بأبشع الطرق.
في الاخر صفت والله سعاد محظوظه. الحين من يتزوج سعاد الحين ريتش؟ شيء عجيب. فامانه انا عند كلامي، العمل محقق مشاهدات عاليه هذا ليس كل شيء. في اغاني جيده ام كلثوم عندها مشاهدات على اليوتيوب اغانيها، وبالمقابل في اغاني جدا تافهه وسوقيه تحقق مشاهدات اعلى من ام كلثوم. تظل وين القيمه؟ عشان الناس تفهم بس. واتمنى ان نايف يحافظ على الممثلين اللي اشتغلوا معاه، عشان هذول بالذات ساره القبندي وليالي عندهم المستقبل جاي لهم. انا بالنسبه لي ليالي مو وايد متابعتها، بس امانه البنيه عندها تلقائيه واداء حلو. طبعا ساره القبندي تفوقها، ما في انسان من بطن امه نزل يعرف كل شيء. كل شيء حبه 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 حبه. اوكي حلو. طبعا احنا في كلمة حق لازم نقولها حق فنانة كبيرة جدا، وهي الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله. سعاد عبد الله هذا الوجه الصبوح والقلب الأبيض، مو هي لابسة أبيض بس، لا هي قلبها أبيض بس مش فضة. هاي سعاد عبد الله. سعاد عبد الله لما نتكلم عنها نتحكى عن تاريخ طويل، قد نتفق مع بعض أعمالها وقد نختلف من ناحية المضمون، لكن بالأكيد نحن نحترمها. فنانة شرفت الكويت لما تم، طبعا هي في مهرجانات طويلة عريضة لها صولات وجولات منذ صغرها، منذ نعومة أظافرها إلى هذا اليوم. سعاد عبد الله تم تكريمها في السعودية صناع الترفيه، مع أن أنا أشوف أن القيمة اللي قدمتها فنانة بحجم سعاد عبد الله تفوق الترفيه. قدمت إذا قلنا مجازا الترفيه، الثقافة، الإلمام، اللباقة، المضمون، الهدف، المسج، وايد أشياء. اليوم قد يكون موجودين في الساحة فنانات أصغر من الفنانة سعاد عبد الله مقاما وعمرا وموهبة وتاريخا، ويمكن في فنانات بعمر، طبعا أنا استثني الفنانة الكبيرة حياة الفهد. فنانة حياة الفهد خارج إطار النقاش من ناحيه يعني هي وسعاد عبد الله، ما احفظ الالقاب لهم مكانه مختلفه. قد يوجد هناك فنانات زاملوا الفنانتين الكبار حياه الفهد وسعاد عبد الله، ولكن الاصرار والعزيمه كانت موجوده عند حياه الفهد وسعاد عبد الله. قدموا ثقافه على مدى يعني أكثر من 50 عام، إحنا ما نبي نكبرهم. لكن صدق قدموا مضمون رهيب. الفنانة سعاد عبد الله قد نختلف في بعض النصوص اللي هي تقدمها، وهذا حق مشروع، ولكن لما ننتقد فنانة بعيدة عن شخصها، سعاد عبد الله بعيدا عن شخصها، لا يجوز المساس في فنانة كبيرة سعاد عبد الله بشيء، بأسلوب قد نقول عنه متدني. لأن أنا دائما أقول من حق لنا أن نختلف بالرأي، ولكن ما نشخص. والله يعني أنا في ناس لما يتكلمون مثلا عن عمر الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله
وأنا بقول كبيرة مقاما وقدرا ومكانة وتاريخا، وهذا لازم. إحنا كنا بالغيب بالغيب، وهي قاعد تشتغل على أعمالها، الاختيار، تطوير أدائها، إنسانة مكافحة. اشتغلت من كانت طفلة، ومن ثم تدرجت في وظائف كثيرة في وزارة الإعلام. فخر، ما حد تعب كثر حياة الفهد وكثر سعد عبد الله. في هناك أشخاص يحسدونهم على المكانة ومحبة الناس وطلب القنوات الفضائية لهم. والله يقول لك من اللي يتعب يلاقي، لكن في ناس عندها قدرة. بس إن أنا شنو شوف، على فكرة هو المنظر مو لازم يعمل، بس ممكن يقول رأيه الناس تقبله، وممكن يقول رأيه بقلة أدب. كل واحد عاد واللي بداخله. أنا وحدة، والله أنا وحدة، عمري 42 سنة. أنا أتمنى صراحة لو كنت، لو أوصل بعمر الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله، وأكون بهذا الرونق ومحبة الناس لها والجمهور. أرد إحنا إذا نختلف مع الفنانة سعاد عبد الله، نختلف مع مسلسل في خط ما عجبنا، إحنا نشوف إن هذا مو نفس، مو اللي يلوق فنانة كبيرة مثل سعد عبد الله. أنا مرة قلتها حق الفنان الكبير الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا، قلت لها تدري وشنو الاختلاف؟ الاختلاف إن جمهورك أو الصحافة يشوفون إن أنت مفروض سيارتك بنتلي، أنت لما تركب بنتلي، أنت حاب إنك تركب مرسيدس أو شفر، هذا اختيارك، بس الناس شايفينك غير. فهذا الاختلاف. المسلسلات نفس الطريقة، يعني احنا قد نتفق ان عبرة شارع عمل فوق الممتاز حق الفنانة الكبيرة سعد عبد الله. يمكن عندي نص لنا ما اخذ عليه، على فكرة عندي نص له اسقاطاته الفنية المهمة والاجتماعية، ولكن طريقة المعالجة ما كانت بالمستوى. بس لكن هذا ليس تقليلا من فنانة كبيرة بحجم سعاد عبد الله. لما نتحكى عن فنانة، نتحكى عن شغلها، عن أدائها، عن اختيارها للنص. اوكي، وما يصير انا اطلع اعيب على فنانة واقول والله هي تعتني ببشرتها زيادة، هي ما أدري شنو، هي تحط كريم غالي، هي يعني بوتوكس وفيلر. إذا أنا حاطة شلون؟ ليش الإنسان لما يعني يحرم ما يحلله إلى نفسه؟ يعني ما يصير. هني طلعنا من حكاية يا حبايبي، اليوم في رجال حطوهم بوتوكس وفيلر. سعاد عبد الله عمرها ما قالت أنا صغيرة على الحب، يعني عمري 25 30 سنة 40 سنة. هي اليوم خلنا نحترم كينونة هذه الفنانة. هذه الفنانة اليوم خلنا نحترم إن إحنا لما نشخص بنقد يقال انه هو نقد، ولكن هو اكيد ليس نقد، من اي من كان، انسان معروف او غير معروف، نكره ام ستار، خلنا نتذكر ان هذه الفنانه اليوم غير انها خلاف انها زوجه وام، هي اليوم جدة، عيالها رياي، يعني أحفادها أكيد عيالها يعتبرون ريايل ونساء. الإساءة لها إساءة للفن الكويتي. أوكي، وأرجع وأقول إحنا قد نختلف مع المضمون،
يعني ما يصير. اوكي مثلا انا ما عجبني، انا بالنسبه لي كنت اسميه انا ما عندي نص، ما فيش نص، انا بالنسبه لي اللي شفته ماشي. لكن انا اقول العمل فيه اسقاطات لو تم معالجته بطريقه اخرى او كان في وقت كان يعني كان طلع افضل من كذي بكثير. بس لا ننسى ان سعاد عبد الله حق قدمت الاحتقار، قدمت مسرحية السدرة، قدمت امرأة في خندق الاحتلال، سعاد عبد الله قدمت لم تكن أمنيتي، سعاد عبد الله قدمت الانحدار، سعاد عبد الله قدمت وقدمت وقدمت. لازم الإنسان يحترم هذا العطاء والثقافة. أرجع نختلف على المضمون لا نشخص. لا نسيء إلى كل شيء جميل عندنا بالكويت، خلينا نحافظ عليهم. احنا خسرنا عبد الحسين عبد الرضا السنتين اللي طافوا، راح وقبلها كان بسنتين ما اشتغل شيء، يعني احنا صار لنا 4 سنوات من قبل ما يتوفى احنا فاقدين عطائه فنان. احنا نفخر، احنا لما نطلع العالم يقولون لنا شيء الفلاني تردى، شيء الفلاني عندكم في الكويت تردى، احنا سبقناكم، بس نقول لهم ما عندكم حياة الفهد، ما عندكم سعاد عبد الله، ما عندكم مريم الصالح، ما عندكم عبد الحسين، ما عندكم ما عندكم ما عندكم. للآن الفنان الكويتي يحتاجونه بالخليج كله. الفنان الكويتي ثروة، دال ما نقدرها غيرنا يقدرها. نسيء إلى شخصه ونتناسى وضعها الاجتماعي. يعني أنا ما شفت الصراحة خلاص. يعني عندك يا أم طلال الكريم الغالي اللي أنت تستخدمينه حق بشرتك، يا تبي لهم من 25 حبة وتفتكين، أو يعني أو إنك تبطلي. بس أنا عندي لا والله لا تبطلين، كيفك سوي اللي تسوينه ما دام ما ضريتي أحد، ما أسأتي لأحد. اللي يبي يقيمك فنان سواء صحفي ناقد جمهور يتكلم يقول والله أنت قدمتي مسلسل زين، قدمتي مسلسل مو زين، شخصك لا. وانا ما انسى يعني في صج احنا عشنا في بعض الاقلام كان في بذاءه. يعني انا ما انسى في احد، انا والله ايامي اتذكر قلت حق الفنانه الكبيره حياه الفهد قلت له رفعي قضيه، هذا مو نقد ابدا. لما انا اكتب سعر مال الفنان في الصحيفه واكتب انه والله سعاد عبد الله وحياة الفهد ياخذون عن المسلسل كيت كيت كيت، ما شبعتوا يا بلاعين البيزه بشرفكم، انا ما انا وحده ما افهم، هل هذا نقد؟ لما اكتب عن سعاد عبد الله ترى زين منها، سعاد عبد الله يعني عندها وعكات صحيه الله الوحيد اللي يعلم فيها، احنا ندري فيها بس ما نقدر نتكلم. بس لما يكون عندها مشكله في فترة محددة في ريلها طاحت على السلم شيء كذي، لما أحد يكتب ويقول والله شو اسمه ترى سعاد عبد الله لما قاعد تسوي شخصية فضة قلبها أبيض ترى على فكرة المشية هذه مو مشيتها هي تحرولت، هل هذا نقد؟ هذا مو تجريح، هذا قتل. لازم نؤمن ان ما في فنان حقيقي لازم يعتزل في عمر. قالها سمعتها من عبد الحسين،
قال ما في فنان حقيقي يعتزل، فنان يا يمرض يا يموت. والله يطول بأعمار كل الفنانين، سعاد عبد الله، حياة الفهد، طبعا محفظ الألقاب، إبراهيم الصلال، سعد الفري، محمد المنصور، منو بعد نخاف ننسى؟ مريم الصالح عشان لا تذبحنا، ما لنا خلق. هي الرائدة الأولى. ف محمد جابر، مع ان محمد جابر لما اخذ عليه كثيره وهو مع سعد الفري، الله يستر. الحين سعد الفري عنده عرض على الاوبرا، الله يستر ان شاء الله يطلع عمل زين ان شاء الله. ف ما اقدر اقول احنا نحبك يا ام طلال، وانتي نقطه بيضاء في حياتنا قبل الفن. احنا تعلمنا منك الادب، الثقافه، الاحترام، الاحتواء، لك مواقف انسانيه مع الكل. عشان كذي دائما اقول حياه الفهد سعاد عبد الله مختلفين، مختلفين ما يتكررون بالشخصيات. يزعل اللي يزعل واللي يرضى يرضى، هذه الحقيقة. والحقيقة الضايق لأنها حقيقة ولأنها توجع. شوفوا إنسانة شلون محترمة، سعاد عبد الله داقة على مساعد المطيري الستايلست الراقي اللي كان بحلقة الإضافة، تشكره على جملة قالها في حقها. قسما بالله لو قايل كلمة عن بعض السلاتيح اللي موجودين في الفن في هذا الوقت الصغار، قسم بالله ولا حد حتى دق قال ثانكس. بس لأنه نتعلم من هالكبار الاحترام والاحتواء. يا ريتنا عندنا نص ثقافة، يا ريت عندنا صحفيين يمتلكون، رجال أو نساء، يمتلكون نص ثقافة سعد عبد الله. سعد عبد الله إلى هذه اللحظة تقرأ تتثقف. ترى على فكرة الإنسان طول حياته تدرون شنو اللي ياخذه للنهاية؟ أعماله واللي تعلمه بالدنيا من ثقافة. عشان ما تقدر توقف قدام رب العالمين تقول أنا ما كنت تدري، الله عارف إن أنت خذيت العلم لفلاني ليه، وكنت تدري وقاري. شرفتينا في السعودية في صناع الترفيه يا ام طلال، الله يطول بعمرك. ويلا بيه ناطرين المسلسل الجديد، نعيش الحميمية معاك. جنة هلي كذلك الفنانة حياة الفهد بعد عندها مسلسل أم هارون، إن شاء الله يا رب تصور بالكويت، مش عايزين مرمطة. مالي خلق، أنا أحب، أنا واحدة أحب كواليس أم طلال والفنانة حياة الفهد الاثنين. في حميمية، في احترام، في رقي، في احتواء. يلا الله يطول لنا بعماركم يا رب. انزين خلينا نتحكي عن المزه اللي اسمها ليلى عبد الله. ليلى عبد الله طبعا فنانه جميله، خلصنا من سعاد عبد الله بس ما نروح حق بعض. اوكي ليلى عبد الله فنانه جميله ذات موهبه عاليه وقدرات خاصه ولها نجوميه ولها شعبيه كبيره. تم ملاحظه قبل، يعني صار لها كم شهر، صراحه ترتدي ملابس يعني تنزلها على بروفايلها على الانستغرام، الملابس فيها كثير من الجرأة. ليلى عبد الله ندري ان هي فنانة لبنانية تعيش في الكويت، فهي محسوبة على الخليج والكويت، مو محتاجة لان في عندك مراهقين ليلى يتأثرون فيك، خليهم يتأثرون فيك بالزينة مو بالشينة.
عندك بعض الملابس قصيره جدا، ديكولتي يعني اكتاف وصدر ودنيا يعني طالع. وانت طلعتي في احدى اللقاءات وقلت ان انت تعيشين علاقه حب، هل علاقه الحب هذا يعني احنا انا ما اعرف من هو، بس لكن الرجل ما يقبل على الانسان اللي يحبها ان ترتدي ملابس بين قوسين غير لائقه من ناحيه الاحتشام. على فكره يعني تعي هيا عبد السلام تجاري الموضه وتلبس لكن محتشمه، وهم هي محسوبه على الفن الكويتي حتى لو ما كانت جنسيتها كويتيه. في ناس محسوبه علينا كل شيء جنسيه. انت وين عايشه؟ بالكويت. وانا دشيت وقريت بعض حتى عندها قريت بعض التعليقات مو حلوه، في كلام خادش طبعا طق الناس سلف خلاص. احنا نعرف اللي يحب يصون اللي يحبه، يصير نفس درة مكنونة حافظ عليه ما يتركه، ما يخلي أي أحد يقطع عليه كلمة غير لائقة، لأن اللي تنقط عليه كنا نقط عليه. ونتمنى لك التوفيق وإن شاء الله الله يتمم لك اللاف ستوري مالك بالحلال. تزوجتي مرة وخابت، إن شاء الله الجاية تصيب. وامتي فنانة للشعبية كبيرة، خلي المراهقين أو المراهقات اللي يتأثرون فيك بالزينة، بالثقافة، بالكلاس، اللبس المحتشم الراقي. مو لازم تطلع أجزاء من الجسم عشان واو. اوكي، حين بتحكي عن مخلوق ينقال له بكر خالد. بكر خالد هو طبعا يقال انه هو مذيع عراقي، عيونه ملونه اشقراني، يعني يعتقد يعني هو شايف نفسه انه هو مز. اوكي، هو مذيع عراقي. انا ما احتكيت فيه، بس سبحان الله مو نازل لي من زور. شوفوا يعني كل شيء عندي يطوف، كل شيء عندي يطوف الا تمجيد الطاغيه. الاستاذ بكر خالد طبعا علق على بوست حق البلوجر حمد قلم كان مصور داخل سياره لسائق تاكسي جزائري اسمه بالبطاقة صدام حسين. فهو قاعد يقول له لا وما شنو حمد مع السائق وهذا. فقايل له انت ليش ابوه؟ قال انا ما شغلانه، ابوي سماني كذي وانا ما ادري شنو انا. فالاستاذ بكر خالد الله لا يكرمه إن شاء الله كتب تعليق تحت هذا البوست موجود، كاتب الله يرحمك يا أبو عدي، حتى اسمك يرعبهم، حتى وانت ميت إلى متى هذا الحقد؟ خلص الرجال مات مهما يكون مسوي، اذكروا محاسن موتاكم ترحم عليه. وخلص يخسه، من هذا اللي ترحم عليه؟ خسه، منو هذا اللي يترحم عليه؟ حمد قلم يترحم على هذه الجيفه؟ احنا بقول لك شيء بكر خالد، اول شيء انت للكويت اعتبرها محرمه عليك، لان احنا عندنا في قانون في الكويت في معاقبه تمجيد الطاغيه، شنو كانت جنسيتك؟ فيها سجن، اوكي؟ تبي تقعد تترحم لك اقعد لك اقعد بالاسطبل اللي انت قاعد فيه، سواء بيت شقه شنو انت اقعد ترحم عليه.
يعني انت ما تقول احنا ترحم ترحم عليه وان اذكروا محاسن موتاكم، ده لو كان لا محاسن، وين المحاسن؟ انت طفل غر عمرك 31 سنة لما صار الغزو كنت ببطن امك، لان الغزو الله لا يذكرك ولا يذكرنا فيه بالخير ولا يذكرك ونشوف اشكالك. قسما بالله العلي العظيم لو شفتك في الكويت ورب الكعبة قسم الله يحاسبني عليه ان راح ارفع عليك قضية ما راح اخليك تطلع برا الكويت. وقعت رحم لعاد في السجن المركزي وفيها سنوات حلوة، لان انت شنو تعرف اساسا؟ عمرك 31 سنة لما شنقة وصدام كنت ياهل، شنو مضمونك؟ شنو الثقافة غير اللقاءات اللي انت تسويها مع الفنانين تتلصق فيهم؟ تريالي ولا مدريدي بو آدم؟ والله واو وايد الصراحة راح يستفيد. كنا قاعد يقول حق حسام الرسام انت شنو آخر كتاب قريته؟ شنو ثقافتك؟ تقرا حق علي الوردي؟ في بالعراق ناس محترمين، طبعا انت مو منهم، اوكي؟ طبعا انت مجرد نكره. تزوجت من بنيه جميله هيفاء حسوني، وانا اعتذر لنفسي لان انا دعيتها مره الى برنامجي وهي قالت احنا عندنا اجراءات الزواج وهذا، فيعني خليه وقت ثاني. البنيه كانت جدا محترمه تختلف عنك، ومو سبحان الله هي متابعينها بالملايين، انت ما تخطيت المليون وشويه الا لما تزوجتها، يعني على افاها على بالك بتصير واو نفس مشاهير الخليج كبلزات وكذي وتسوي اعلانات. انت خليك تسوي اعلان شامبو وايد وايد عليك، او عدسات تستفيد منها كون عندنا عيونك ملونه، بس انا ما اشوفك جميل يعني صراحه، اللي يشوفك جميل مو ما عنده ذوق صراحه. في وايد شقر وحلوين داخل العراق احلى منك، لان مضمونك صفر. فانت لما تحكي عن هذا سيء الذكر، احنا على فكره احنا ما يرعبنا، لان احنا شفنا شنقه، ما في امتع من هذا المشهد. زوال الظلم الطاغوت، احنا نحافظ، احنا مو نفسك، ندوس على دم الشهداء. لولا دم الشهداء ما ردت الكويت، ما في شيء يعوض قطره دم من اسرار القبندي ولا من قبا زرد، احمد قبا زرد وغيره وغيره وبنت معرفي وهالشهداء ما ندوس عليه. هذول اللي اشتروا حريه الكويت. شيء انت صعب، انت شنو كان عمرك وشنو كان مكانك في الحياه لما صار الغزو؟ تترحم على منو؟ على طاغوت؟ شنو الوقاحة هذه؟ أنت اسمك يرعبهم حتى وأنت ميت، يا خسة. أحلى شيء، تدري شنو أحلى منظر؟ إن الخليج كله، كل حكام الخليج وشعوبه عاشوا لما شافوا زوال دولة الظلم، إذلاله وقتل عياله نفس ما قتل عيال الناس. الله ذوقه من نفس الكاس، وإذا أنت تعتز فيه عسى الله يدز لك إن شاء الله من يسوي بعيالك نفس ما سوى فيه. هذا لو عندك ضمير. إيش كثر العراقيين اللي انقتلوا على إيد فدائي صدام وما أدري شنو والجهاز الأمن الخاص و و و و و و و الشيعة اللي انقتلوا
من 91 و92، ومن يوم ما حكم هو كان يذبح فيكم. مليون عراقي، مليون عراقي دمهم سكب على الأرض في حرب إيران مع العراق. ما تستحي؟ زين نكاية انت اوكي فينا، زين ماشي، دم العراقيين هذول المليون اللي في الحرب غير اللي في تحرير الكويت. شيء مأساة. نطلع فاصل ونكمل معاكم كشف حساب. يلا. ونفس ما بكر خالد ما حافظ على مشاعر الكويتيين بترحمه على الجيفة اسمه صدام حسين، أنا والله أطالب أي كويتي يشوفه نفس ما هو يترحم على صدام ابصق في وجهه. إهانة بإهانة، اللي يحترمنا نحترمه، واللي غلط علينا ندوس على راسه منو ما كان. والكويت خط أحمر، ولا نشوفك أنت مع طلتك الغير محببة صاير كنك طاووس ملون ملونينة، بس ما في مضمون. يلا يونا اليهال اللي 31 سنة لا ثقافة ولا إلمام ولا إدراك، بس نرد ونقول لك احنا ما نخاف، لان جيفه الله حتى قبر ما عنده، ان انت قاعد تترحم عليه. احلى شيء فجروا المرقد ماله، فكونا، لان هذه اشكال ما حرام ان الناس تزورها. من يزورها غير يعني ناس زنادقه نفسك علوج على قولة الصحاف. اوكي الحين نبي نتحكي عن نور غندور. نور غندور نفس النصيحة، أيوة هو ده نور غندور، نفس النصيحة مات ليلى عبد الله. أنت بنية جميلة تمتلكين قوام ممشوق وطلة وعندك، ما له داعي اللبس. يعني أنا انصدمت، يعني نور في مثل عندنا قديم نقول دائما المحلوين يتفسخون، بس أنت حلوة مش محتاجة، فحرام، لأن في مراهقين مراهقات يتأثرون. وخل الإنسان يحس شغلة، دام ما أنتم تنشرون ثقافة اللبس المكشوف يا ريت تعلمون الناس أن بنات ان لحمكم مرخيص غالي ما يشوفه الا من يستحق، من اب ام اخو زوج. ترى على فكره كل بنيه قاعد تقلد هذا اللبس تتاثرون فيه ترى ذنب جاري، تتحاسبون على كل اللي تأثروا فيكم، وراحوا تدور تجيب نفنوف نفسك بالضبط. الجمال ما دخله بالعري، أنا أشوف عري وايد فنانات وجميلات وعدوا ما لبسوا كذي. والمشكلة رد وأقول محسوبين على الكويت، حتى لو كنتي مصرية أنا ما أعتقد أنت عشتي في مصر كثر الكويت. كونوا قدوة جيدة بدل ما أنتوا تكونون قدوة سيئة. أوكي أوكي الحين خلينا نتحكي على شغلة ضيق الخلق غير هاي. عيسى المرزوق قدم سنجل اسمه ابن روحي، كلمات صباح المالكي والحان زياد يوسف، طبعا لا كلمات ولا لحن ولا صوت
ولا تنفيذ ولا حق ابدا. حكايه الاستسهال، استسهال النجاح، ان انا اغني عراقي عشان اوصل، لان لون محبب وشعب فوق 30 مليون وسميع، وانا راح يرتفع عندي الفيو في اليوتيوب فانا احصل فلوس اكثر. اذا انتم لكم قدوه بالفن الكويتي، نفس يلا نفس رويشد ونبيل شعيل وغيرهم من الفنانين، زين ما غنوا عراقي ونجحوا ووصلوا حق الوطن العربي ككل من الخليج الى المحيط. انا ما عندي شيء ضد عيسى المرزوق، هو نشاز، أمانة النشاز، وهو النشاز كلمة فنية معناها إنه ما إنه ممكن صوته مو حلو، إنه مو ماشي مع اللحن، اللحن بصوب وهو بصوت، أداء مختلف مو ماشي مع الإيقاع. قالتها مرة والله أتذكرها في أحد سنابات آلاء الهندي، لما قالت كانت تحكي عن الشباب اللي يغنون عراقي وهم مو عراقيين، لما قالت يا ترى انت لما تسوي ترى انت مو معناه انت صايت قاعد تغني صح، وفعلا سمعوا الاغنيه، الاغنيه هو بصوب واللحن والكلمات بصوب، ومهما يعني انا اقول عطي الخبز خبازه حتى لو ياكل نصه ما راح تجيد العراقي مثل العراقيين نفسهم. يعني انا فهد نوري شفت له غنى اغنيه رويشد رحلتي في لقاء البارح، مو صايد اللهجه، صوته حلو اده حلو لكن مو صايد اللهجه، وطبيعي هذه مو لهجته، لكن هو يغني العراقي بشكل ممتاز. خلي الناس تعرفك عيسى المرزوق انك فنان كويتي خليجي تنجح من اللي تقدمه. غناء اللهجات هاي ممكن هي تالي، وحاول تقدم مضمون مو حق المراهقين، حق الناس الناضجة عشان تعيش أطول زمن مع الجمهور. إذا أنت حاب تطول مع الجمهور، إذا أنت ناوي بعد تعتزل بعد 4 5 سنين هذا شيء ثاني. فأنت من الشباب القلة بغض النظر عن تقييمي لصوتك، أنا أمانة لما جبت بلقاءات سابقة أمانة أنا تحكي عن انطباعي عنه، كان بالنسبة لي كان أسلوبه أفضل من الحين، أخلاقياته كانت مختلفة تماما، و ما كان طلع حفلة يغني، وما كان اتجه للون العراقي بهالطريقة. نرد استسهال لأن لون ضارب الكل يغني عراقي، مشكلته هو مع عبد السلام محمد إنه يغنون عراقي، بس الفرق عشان نعطي لكل ذي حق حقه، عبد السلام محمد صوت حلو، مشكلته انه حاكر نفسه باللون العراقي وصوته يميل مع الاصوات العراقيه اكثر من الكويتيه، حتى هو طبقه صوته كذي، شو اقدر اسوي له؟ انا اللي اخلق، الله اللي يخلق الاصوات والبني ادم. فامانه كان سنجل من عيسى المرزوق مو موفق، خلنا نشوفه ونرجع مع كشف حساب. شفتوا هو يغني بصوب والاغنيه بصوب، اللحن والدنيا كلها على بعضها. زين خلينا نتحكى عن لقاء كان جدا مهم شفناه قبل ايام على تلفزيون الكويت، خاصه في برنامج ليالي الكويت، اطلت فيه الفنانه الكبيره حياه فهد،
بلقاء مميز مثلها، أثرت فينا ثقافتها وأثرت معلومات يمكن في ناس صغار يعني مو قاعد يلحقون، لما تحكت عن استديو 800 و300 في وزارة الإعلام، طبعا هذا الاستديوهين 300 وال 500 و800، 300 كان بين البرامج وهذا، بس هو خلال السنوات الأخيرة تم استغلال استديو 800 و500 للبرامج. وطبعا هذه الاستديوهين شهد أبرز المسلسلات في الساحة الكويتية تم إنتاجهم في هذا الاستديوهين، نفس أعمال كثيرة، نفس الأقدار، نفس المقاصيص. أذكر سوق المقاصيص كان من أواخر الأعمال اللي تم تصويرها باستديو 800. استديو 800 مساحته كبيرة، حرام يتم استغلاله فقط، فعلا على كلام الفنانة الكبيرة حياة البلد، إنه يتم استغلاله فقط للبرامج، ولأن المساحة كبيرة فيسوون عوازل، دافعين الوزارة فلوس كثر عشان شنو؟ عشان يصير في عوازل بينهم، وعشان الصدى لا يصير كبير في الاستديو اللي يتم شغله بالبرامج يعني. فهذا فعلا لما تكلمت قالت أنا أتمنى، هو الناس مو فاهمة الأعمال العصرية اللي العصرية معناها اللي تحاكي هذا الزمن. البيوت موجودة، يدرون يتم استئجار بيوت وتصوير الأعمال بشكل عادي، لكن هناك أعمال تراثية يعني إحنا أنا شهدت هذا الموضوع أمانة. حدود الشر كان متعب فترة الستينات وما في بيوت في الكويت إلا يمكن كم بيت، والمرسم الحر مشكورا يعني أعطاهم إن يصورون، لكن هم أيضا يعني مرسم الحر عندهم إدارة، وبالتالي هناك رسامين من حقهم إن واقف شغلهم، فنانين بسبة إن تصوير حدود الشر، فكل يوم قاعد يزيد تصوير حدود الشر، هذول مضغوطين وهذول مضغوطين. إلا جانب المرسم الحر جدا متعب، أنا حضرت تصوير حدود الشر، يعني مرسم الحر صاير بين أول شيء على البحر بين سوق شرق وبين مستشفى الأميري، تعال المشهد حياة الفهد فل أداء، يعيدون المشهد لأن شنو صوت صفارة إسعاف نجدة ودش عليهم 25 فبراير وأغاني ودنيا بالسيارات ونجدات صوتها ودنيا وتعال عيد المشهد، ينعاد على ما يخلص الفنان خلص. الأجانب طبعا كان اشتة ولازم يلبسون صيفي ومع البحر، يعني أشكره راح ننومكم في الأميري. وبعدين يقول لك الفنان ما يتعب. تحجت الفنانة، اللقاء كان جدا مهم، تحجت أنا عجبني في شغلة قالتها كلمة وايد استوقفتني، لما تحجت عن علاقاتهم بالفنانين اللي من تبقى ومن رحل. أنا أتمنى أن يكون فنانين الوقت هذا بنصف أخلاق الفنانين منهم حياة الفهد وسعاد عبد الله وعبد الحسين وغانم وعلي المفيدي وخليل إسماعيل ومريم غضبان ومحمد السريع ومنصور المنصور، يعني في احترام في حشيمة، يزعلون نفس أي خلاف يصير أنت في البيت اللي تختلف مع أمك مع أبوك مو بس مع أخوك، هذول
تربوا وعاشوا داخل وزارة الإعلام إخوان. حتى بقول لكم شيء، حتى خلافاتهم مع بعض مرات تصير مضحكة، حتى طريقة الإرضاء. خالد النفيسي بقى عشان لا نذكره لا ننسى. المحبة، الاحترام، مو اثنين ما يحاتون بعض يقعدون سنين ما يحاتون بعض. أنا مرة يعني أم سوزان صار تاتش بينها وبين الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا بسبة السنجاب، متطفل على الفن. ف دق عليها عبد الحسين قال لها يا ام سوزان انت عزيزه وغاليه وانا اشتري خاطرك. عبد الحسين، عبد الحسين وهي ايضا حياه الفهد، يدخلون بعض المتطفلين من اجل وضع لهم او خلق لهم مكانه من عدم، لان هم في فرق يعني، في سناجب وفي وين، بس السناجب وين يروحون يم فنانين بحجم عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد. النجم نجم والتاريخ تاريخ، هذا اللي صنعوا الفن، واجهة الفن في الكويت. شوفوا شلون الاحترام، ما في احد يزعل من الثاني، ولو زعل ثاني يوم يراضون بعض، او واحد منهم يطيح مريض ثاني يركض على الثاني. مو العيخي واللي اي احد يقول عن الثاني والله ما رحت لمستشفى عسى ما يقوم سواد قلب. حياة الفهد اساسا هي ممثلة استثنائية، فنانة استثنائية، تجربتها الفنية كاملة. شلون كاملة؟ أنتجت، قدمت، ترى فكرة عندها تجارب في الإذاعة حياة الفهد، تقديم برامج، في ناس يمكن ما توعى حق هذا الموضوع، كان في مرحلة سابقة نقول أنتجت، مثلت، قدمت، ألفت، أشعرت، تجربتها الفنية كاملة. ودائما انا انتظر العمل اللي يكون من تاليف حياة الفهد. يعني انا وايد زعلانة على ان ام الفحم صار لها كم سنة، يعني ام سوزان ندري عاد ندري ان احمداني شوية ماخذ القلب والرية والحب والمشاعر، حفيدك اللي طلع معاك في ليالي الكويت، أنا ما أدري، تفاجأت إنه طلع الصراحة. دائما هو يحب يكون الجندي المجهول. عاد والله أتذكر من الأحداث العجيبة ولادة أحمد حفيد الفنانة الكبيرة حياة الفهد اللي طلع في ليالي الكويت، أنا أتذكر ولادته كانت في 2011. الشيء الغريب إنه ولد أحمد يوم مقتل بن لادن، ما أنساه دائما لما أشوفه أتذكر أنه هو انولد مع مقتل إرهابي. يعني أحمد شيء فريش دمه خفيف، أنا شفته في البيت. علاقته مع الفنانة الكبيرة حياة الفهد حب من طرفين. شوف في ناس يقول لك حب من طرف واحد، لا في حب من طرفين. ناقشت الفنانة الكبيرة حياة الفهد، فعلا في مشكلة عندنا في السوشيال ميديا، ان اليوم الفنان يطلع قيمة مسلسل من خلال اعلان. يقول لك ليش اتعب واروح ليل ونهار واصور نفس مثلا حدود الشهر، واصور بال بالصيف في بعز الشتاء، واعيد المشهد مره وثلاثين، وما ايش اسوي، واتعب واطيح واستمرض واقعد في الاوردر من 10 الصبح ل 10 بالليل، او من 12 الصبح ل 12 بالليل.
الموظف يشتغل 7 ساعات عيونه تطلع، شلون الفنان 12 ساعة؟ تحجت. وفي شيء انا استغرب من ردود الانسة ريم عبد الله، فعلا قالت الفنان الكبير حياة الفهد قالت وجهة نظر شافتها وتم تصدرها بتويتر، انه قالت في فنانين صاروا من كثر عمليات التجميل يشبهون بعض، لانه من بسبب عمليات التجميل. قالت امل العوضي ويمكن ام سوزان نسيت اسم الفنانه الثانيه ريم عبد الله، طبعا ريم عبد الله فنانه سعوديه. لكن لها كل تقدير واحترام، ما حتى امل العوضي. بالصدق لما تصدر الموضوع ترند كانت الصورتين متشابهين ببعض فعلا. واستاذه ريم عبد الله ردت، هو طبعا في معلومه انا يعني فوق المجان، ريم عبد الله كان مفروض تشارك الفنانه الكبيره حياه الفهد في ليله عيد، كانت تصور هني في الكويت في مسلسل حيتان وذئاب من انتاج باسم عبد الامير ومن تاليف حمد بدر. طبعا المسلسل فشل فشل ذريع، مو حلو المسلسل، جدا وحش. فصار في مشكله ريم عبد الله مع مدير الانتاج في المسلسل، والموضوع تطور ومدير الانتاج راح يشتكي عليها بالمخفر لانها تلفظت عليه في كلمه مو حلوه، فلجا المخفر اشتكى. الفنان الكبير حياة الفهد ما طالع ترى الفنان بس على مبدأ شنو شهرته وهل هو حلو ولا لا أو موهبة فقط. حياة عندها محفظة الألقاب أم سوزان عندها شغلتين مهمين ما ينفصلون، الأخلاق مع الموهبة. موهبة من غير أخلاق ما أحتاجها. فلما وصل الموضوع انكتب في الجرائد بالذات في جريدة الأنباء لما الحين عندي إياه، فهو المشكلة أن البديل كان مزعج صراحة. أم سوزان رفضت ريم عبد الله، هي أساسا إلى هذا اليوم ما تذكر اسمها، ترى مو تقليلا من قدرها، لكن ام سوزان فنان كبير حياة الفهد مخه ترى وايد في اشياء زحمه. عمل تستعد له، كتاب نص قاعده تكتبه، مشغوليات الاسره، الحياه الشخصيه، الصحيه، وايد. فتم الاستغناء عن ريم عبد الله في ليله عيد، وهو اخر عمل حق غانم الصالح الله يرحمه. بعدها استبدلوها بمريم حسين عويدات، وكان الاول العمل والاخير في حياه مريم حسين عويدات مع الفنانه الكبيره حياه الفهد، ودمتم. ف ايش حق يعني ريم عبد الله شاد حيلك؟ الموضوع فعلا كان موضوع عام وما في شيء شخصي. الفنانة الكبيرة حياة الفهد شافت الموضوع حاله حال الكل، وفعلا الصورتين متشابهين اللي تم تداولهم. وفي مشكلة، هو مو العيب ترى ان احد يسوي عمليات تجميل، حقه كل واحد حر بنفسه يسوي اللي يبي، بس هو شنو المشكلة؟ ان في تجميل تكون انت وفي تجميل تكون شخص اخر، هذا عملية التغيير البحتة، فتفقد هويتك وشخصيتك وصرت تشبه شخص اخر، في الاخر لن تصبح هذا الشخص. يعني عموما يعني المفروض ان ريم عبد الله لما تشبهها الفنانه الكبيره حياه الفهد في امل العوضي، ترى امل العوضي ترى مو زينب الضاحي، يعني امل العوضي من امن الجميلات، الا اذا كنت تنظرين ان اجمل وحده على كوكب الارض، هاي موضوع ثاني لا نقاش اخر.
فوالله كان الحوار مثري. ونشتاق صراحة، يعني أنا عندي ضربة معلم إن تلفزيون الكويت استضاف فنانة بحجم حياة الفهد، حديثها إثراء وثقافة وإلمام ومتعة، يعني مو من الفنانين اللي تقعد طالع التايم مال اللقاء ايش كثر باجي منه، لا ممتع لما يخلص تحس يعني ساعة وشوي قليل، مفروض أكثر من كذي. بس كان اللقاء ممتع وأنصح الجميع بمشاهدته، راح يلاقي معلومات وايد حلوة وجميلة وجديدة بالنسبة لهم للجيل اللي ما عاش ذاك الزمن الجميل. شوف مقاطع من لقاء الفنانة حياة الفهد ونرجع نكشف حساب. جدا سعيدة اني ادخل استوديو 800 اللي عشنا تقريبا نص عمرنا فيه. هذا الاستوديو فيه ذكريات جميلة واعمال رائعة تمت من خلال هذا الاستوديو اللي لازلنا كل ما نتذكره ونتذكر الابداعات اللي كانت فيه تنعصر قلوبنا قهر انه ليش ما يستغل. عموما هذا ان شاء الله احنا مستغلين ترى احنا نبي احنا خذينا بوضع اليد لا بس ان شاء الله ان شاء الله راح يكون في ان شاء الله. انا اتمنى ان في المستقبل مساحه 800 ما تكون بس برامج يعني نعم. فمساحه 800 راح تكون ممكن تنتج افضل الاعمال واكبر الاعمال. تشهد عوده للدراما، تخيل ان قريه ابنيها متكامله من دكاكين من خباز من شوارع من سوق من بيوت طين وخشب وتراب والدنيا، يعني مع الاكسسوارات مكلفة بحدود 50,000 دينار. لما خلصت الثلاث شهور جات الهيئة عطوني إنذار أن الوقت اللي اتفقنا عليه راح ينتهي. تخيل أن بعد ثلاث شهور ونص تقريبا أو أربع شهور بديت أكسر، أجيب تراكتر ويكسر اللي بنيته أنا. تخيلي شلون أحس قلبي قاعد يتكسر، ضلوعي قاعد يتكسر، لأنه مو عشان الفلوس، الفلوس تروح وتجي، لكن أنا تعبت فيه وحبيته ومنظر جميل، الكويت القديمة، بيوت شرق والمرقاب وجبلة، ليش تهدم؟ خلوها كجزء صغير من جزء من أنت، المزرعة أصلا أملاك دولة، ومعطينها أنتوا ناس، الجزء هذا اللي بنينا خلوه أخذوه. عوضوا بشغلة ثانية نعم. وخلوا على الأقل عملوا فيه سهرات نعم. شعبية، برامج حلوة في مسلسلات أخرى مسلسلات. يمكن هذا هو هاجس الفنانة حياة الفهد أو المرحلة الحالية اللي دائما تفكرين فيها كانت قبل ولا زالت، لأن كتابة الأعمال التراثية هي ماركة سجلت باسم حياة الفهد ويعني استمرت، وتاريخ الكويت كله تسجل من خلال هذه المسلسلات اللي كان نشهدها. فاحنا من خلال اليوم وجود ايضا للكويت يمكن دخلنا حامي مع هذا الموضوع، لكن نبي ندخل شوي اكثر في اعماق حضرتك، نبي نشوف هذه النجوميه اللي انت حصلتي عليها خلال هذه الفتره. للحين في قلق تحسين ان المحافظه صعب عليها؟ مثل ما قلت لك، الواحد اذا حب شغله يحاول يبدا فيه، وانا بطبيعتي حتى بكتاباتي احب السيناريو اكثر، احس ان التعبير بالعين بالحركه بالوجه، تعابير الوجه في تعابير وايد لازم نستخدمها بالفن. مرات تشوفين ممثل وجهه فلات مع ان الحوار حلو بس الوجه ما يعبر، العيون ما تعبر. فالفنان اللي فعلا يحب شغله يتحكم في كل ادواته ادواته بالوجه يعني. فانا حتى بكتاباتي احب السيناريو اكثر من الحوار، ما احب القرقه وايد، بالمختصر المفيد، بالعيون تقدرين تعبرين عن اللي تبينه، بالحركه، بحركه الايد، بحركه الراس، بحركه بالنظره. يعني انا حتى بحياتي العاديه مع بناتي اذا صار في شيء خزيت بخزه واحده اعرفها بس احنا يمكن ام سوزان لما نشوف هذه الاعمال خاصه الاعمال اللي يعني فيها دمعه نقول هل ام سوزان تستحضر موقف معين او يعني مشهد معين قدامها، ولا شلون يصير هالاداء الصادق؟ هو طبعا لازم الواحد يستحضر اشياء، لكن في نفس الوقت انا جدا عاطفيه، انا عاطفيه بشكل مو طبيعي، يعني دمعتي رخيصه، قول رخيصه فعلا رخيصه اي والله، خاصه قدام ثلاث نماذج بالحياه،
اللي هو كبار السن والطفل، وتكرمون يكرم الجميع الحيوان، لأن الكبير ما لا حول ولا قوة. نعم. بيوصل مرحلة من العمر لا حول له ولا قوة. صح. يعتمد على الآخرين، كذلك صحيح. الطفل كذلك تكرمون ويكرم المشاهد الحيوان. ما يقدر يعبر عن ألمه إلا وانطق، ما يقدر يقول منه طقه ما. فهذه الأشياء الأمور وايد تعورني، وايد دمعتي جريبة فيها. فلما وغير مآسي الحياة، أو أنك فقدت ناس عزيزين عليك ومنت قادر تنساهم، في المواقف هذه بدل ما أستخدم الدم أستخدم دموعي الأصلية، أسترجع بعض المواقف، بعض اللي أنا أحبهم، بعض اشتياقي لناس فقدتهم. نعم. فعلى طول يعني أنا قاعد أحس الحين كأنك تأثرت. أي تأثرت. والله أتوقع يعني لو مكملة كلمتين يمكن تنزل دموعك. أيضا يقولون أن باللوكيشن أثناء تمثيلك للفقرة أو للمشهد الستاف نفسه يتأثر، المصورين اللي خلف الكواليس أيضا ممكن تنزل دموعهم. شلون تتحكمين بهالموضوع؟ في حكمة تقول أقرب طريق للإقناع هو الصدق. نعم. فكوني صادقة بأي شيء، بكلامك، بأدائك، ما في داعي تحلفين. أنت أدي بصدق، تكلمي بصدق، يوصل على طول للآخرين. نعم. يمكن حطين في وسائل التواصل الاجتماعي قاعد يعني نشوفهم سوزان دائما يعني بعض اللقطات او المواقف او الصور المعينه تكون موجوده عندنا بالكويت باي موقف يصير تتداول هالصور. تسعدك هالموضوع؟ يسعدك؟ يضايقك؟ لا يسعدني، بس لا مرات يعني للاسف يحطونا باشياء عن اشياء مو حلوه ما تنفعي، بس عن تاخر الراتب ولا نزول الراتب ولا تبون اجازه ولا هذه اشياء ضحك، بس لا توصل عاد مراحل يعني اخر مسج حطه مو نعم. بس يعني الاداء الصادق في هذه الاعمال والمشاهد اللي قاعد نشوفها اليوم لما تابعين الجيل الجاي من الفنانات، تحسين في فنانه قادره تعبر او توصل هذا الاحساس بنفس ما كنتوا بالسابق وكملتوا الحين؟ والله انا ما اقدر اكون حكم على الاخرين، لكن يعني اتالم لما احس ان السوشيال ميديا للأسف خذت من حتى من الفنان والفنانة الصادقة أخذت موهبتهم. تكرار ظهورهم المتكرر، الفنان لازم يكون عزيز يغط عن الأنظار شوية عشان الناس تشتاق له. لكن لما أنت تي 24 ساعة عارض نفسك مسوق لأدوات لمواد وين الفن؟ الفن راح. يعني لما تظهر بمسلسل ما راح تلفت النظر لأنه شايفينك، وحتى يمكن ما يصدقونك، لأن للأسف في بعض الناس قاعدة تسوق لأشياء مضرة تضر المجتمع، تضر النساء، أشياء غير مرخصة، مجرد أن تعالوا بيع يعني. فهذا يقلل احترام الناس للفنان نفسه. خل هذه الأشياء التسويق والفاشينستات والمدري إيش، هذه لها ناس متخصصين. أنت كفنان المفروض تكون فنان. إحنا الفن بحاجة لأجيال وأجيال، في جيل أول، في جيل ثاني، في جيل ثالث، المفروض يكون عندنا جيل رابع وخامس وسادس. ما حد دايم، مو دايم لويه سبحانه. فإحنا لازم الفن ما ينتهي بالكويت. لو انتهى الفن بالكويت أكبر واجهة ثقافية بالفن. يعني بالثمانينات انعرفت الكويت من الفن والرياضة. صحيح. ما كان في ساتلايتات ولا في قنوات فضائية ولا في شيء، كانت الكويت هي اللي تهدي الأعمال حق الدول اللي ما تقدر تشتري، تهدي أعمالنا للدول اللي ما تقدر تشتري. فمن اللي وصل الاسم الكويت؟ الفن والرياضة. صح. اي حبينا نبارك حق الإعلامية نجاح المساعيد، أمس كان عقد قرانها من ضابط شرطة أعتقد،
الله يتمم عليك بخير ان شاء الله. بس ما ادري ليش حسيت مره واحده ذكروني في سمير خشاب واحمد سعد، ما ادري ليش نفس الشيء الفارق العمري بينهم وبين بعض، بس هذا اصغر بعد وايد، بس لا عموما هي اصغر من سمير خشاب. ان شاء الله يكون زواج موفق ويكون زواج طول العمر ويلهمكم السعاده. اوكي اوكي ايه يا جماعة، أنا الصراحة بدز مسج حق نايف شاهر، أبي آخذ إجازة الأسبوع الجاي، أبي ألحق على مظاهرات لبنان صراحة، حاسة إن راح تفوتني مظاهرات لبنان. إحنا لازم نطالب إنه يكون عندنا مظاهرات كذي صراحة، مظاهرات مو موجودة في العالم، مظاهرات مطالبات بالفيلر وبوتوكس. شيء فظيع في يعني انا اعتقد في ناس بتسافر عشان تلحق المظاهرات، صارت سياحه الصراحه يعني. فلا انا حاسه باللوية اللي مسوينها في المظاهرات، حسيت ان نسوا هم نازلين عشان شنو، فرق عن المظاهرات اللي في مصر وبالعراق. العراق طبعا ذبحه، روح اتعلموا من لبنان شويه. فلا أنا ممكن آخذ إجازة الأسبوع الجاي وآخذ وياي بعد نايف شهر، من حقه مخرج، مو كان مخرج عندي لازم يصورني مع المظاهرات هناك. فلة دبكة ورقص وناسة ومطالبات فيلر وبوتوكس وفلة فلة، والله أحلى من مهرجان الجونة مال مصر وايد. زين خلينا نتحكي عن المسلسل. شفته وهو كسر الدنيا في رمضان، وهو دفعة القاهرة. دفعة القاهرة كان طبعا تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي. في مشاهد وايد مكررة وتعيد نفسها، والحوار يكون الحدث صار ويردون مرة ثانية يقولونه. الحلقة حلقات وايد قصيرة نص ساعة، قرقة مشاهد طويلة، وهبة لازم الطعم يعني. خلاص حكاية بشار الشطي يرحم والديه شوفي لنا غير، ندري فنان ممثل زين، أنا عندي كممثل زين أحسن منه كمغني. حلو حلو. لا بس حكاية إن أنت في كل عمل من تأليفك يطلع هو المز اللي يحب وحده ما تزوجها، بعدين يتزوجها بالسر، ومتزوج وحده ثانيه صاينته وعافته وشايلته وحاططه بعيونها، ومع ذلك هو مقدر العشره لكن هو يحب وحده ثانيه. خلاص يعني هبه ليش تكرار نفس الدور في اعمالك لنفس الممثل؟ اوكي ممكن تكونون فريق، ممكن تكون جروب، بس انت شي قاعد تضرين نفسك قاعد تضرينه. لانه ما يصير بشار في دفعة القاهرة متزوج مرام عشان العشرة ويحب فاطمة الصفي. حلو حلو نمشي، انا وحدة ما افهم راضية. زين ام نروحت لنا متزوج ملاك اللي صاينته وعافته وما شنو فاروق ماشي، ويحب لمياء طارق المذيعة المشهورة اللي ممكن يطق أحد لأنه غازلها ومتزوجها بالسر. زين ليش تكرار يعني؟ خلاص يعني هو ما في مز في الخليج غيره، وايد في موجودين مزز وايد في الكويت. يعني أنا يعني ما قمت صراحة مع احترامي، أنا ما أشوف بشار جميل، مش وحش لكن مش جميل، احس ستايل السبعينات، هو شكله شيء طبعة قديمة. انزين فليش تكرر؟ انا والله استانست ان دخلتي نور خالد الشيخ وخالد الشاعر. امانة انا عندي نور تميزت فيما ادراك ما امي اكثر
من الدور اللي قدمته معاك، مع انه جيد نوعا ما، وحبيت انه وايد ركزت على اللهجه الكويتيه، يعني ما حسستني انها هي بحرينيه، وهذا بحد ذاته اجتهاد، لان هي مفروض من دفعه القاهره، دفعه القاهره جايه من وين؟ الكويت، فلازم تحكي كويتي. لو الدفعه هذه جايه من البحرين يبقى تحكي بحريني. خالد الشاعر انا شفته وايد تطور، بس انا لما ارجع حق نور خالد الشيخ، نور خالد الشيخ ما ادراك ما امي تمردت على وجهها الطفول البريء، وقدمت دور شر رغم امكانيه ملامحها، اللي في ناس ترى وايد في فنانين في العالم ملامحهم تحكرهم في ادوار محدده، يحاولون يتمردون، لكن هو عاد شطارته. في فنانين كثار يعني مثلا عادل ادهم في مصر ويه شرير، رغم ان ذلك قدم اعمال طيبه وطلع طيب وخير، لكن متعته وانما يقدم الشر لانه يناسب ملامحه. فنور انا حسيت انها اجتهدت في دفعه القاهره باللهجه اكثر من الاداء، عكس ما ادراك ما امي قدمت دور شرير سايكو وملامحه. خالد الشاعر تطور وايد تطور، انا ترى على فكره ما كان عندي اي ايمان تمثيلي في خالد الشاعر، لكن لما شفته يعني عجبني عن العشر خطايا او الخطايا العشر اللي سواها، ما حسيت انه اجتهد وايد فيه كثر دفعه القاهره وكثر ما ادراك ما امي. وايد طور ادائه وهذا شيء جيد، يعني انا الحين ما قاعد اشوفه كممثل، انا اشوفه افضل من كمذيع. اول كنت احس انه هو مذيع زين لكن يخفق، كان شويه عنده عيب لما كان كمذيع استعراضي، في عنده شويه استعراض بالمعلومات، يقولها بطريقه غلط، نفس اللي سواه مع سعاد عبد الله، وكانت فضيحه مدويه في صباح الخير يا عرب. لا تنسى تظل، انا ادري خالد انه ضايقك، بس صدقني لو انت ما ضايقتك ما كنت تطورت، ما كنت حاولت تتفاداها، لكن محطوطه بالارشيف، لان تدري ليش؟ لان فنانه كبيره نفس سعاد عبد الله. يمكن الموضوع كان يعدي لو كان منو ضيفتك، لو سالتها نفس السؤال هذاك، يعني لو كانت مثلا نور غندور، شجون، يعدي. بس سؤال نفس هذا في حق سعاد عبد الله، وهي اعطتك يعني باللهجه الكويتيه نقول اعطتك ما اعطاك زمانك. بس والله انا عندي المشكله كلها من مشكله لوجين عمران، هي السبب. دقت علي يوم لقائها مع فنانة الكبيرة سعاد عبد الله في صباح الخير يا عرب، قالت ابي معلومه، معلومات مو موجوده في النت. فانا قومت من النوم، فانا قعدت اقول لها ببراءه، والله كنت بريئه بذاك الوقت في 2011. قلت لها سعاد عبد الله هي تعتبر من اسره فنيه، اختها امل عبد الله اعلاميه كبيره ومنتجه، واعطتها السي في، وزوجها الفنان والمخرج الكبير فيصل الضاحي قدمت اعمال من اخراجه كانت بروحها، وكذلك اخرج اعمال من بطولتها مع عبد الحسين عبد الرضا، واخرج الاقدار لعبد الحسين بروحه من دون سعد عبد الله، و و و و اعطينا معلومات بس. وفاجئ ان الاستاذ طالع يسالها زوجك المخرج فيصل الضاحي ما كان يغار من عبد الحسين لما، قسما بالله انا عيوني طلعت. بس يعني ام طلال عطتها رد تاريخي، قالت له هذا السؤال سؤال سطحي وسخيف،
أنا لو مكانه ذاك الزمن اعتزل، لأن والمشكلة إنها جادلت لجين عمران لما كلمتني بعد اللقاء، قلت لها شوفي أنا أعطيتك المعلومات عشان أنت تسألينها، مو تروحين تعطينا حق خالد الشاعر حتى إن كان زوج أختك، كان ذاك الوقت متزوج أسيل عمران. فقلت لها تقول إيه الناس قاعد تتناقل المقطع وإن سعاد عبد الله ردت عليه، قلت له طبيعي الرد جدا قبيح، سؤال قبيح، سؤال قبيح ما ينقال. قالت له شيء زين ما تداوله، قلت له لا ترجعين لجين، لا ترجعين، طريقة السؤال بشعة. فأمانة هو اليوم تطور، راح خانة بالتمثيل، أتمنى أنه يستمر أكثر من سالفة التقديم، يعني أنا أشوفه قاعد يتطور، لا مستقبل إن شاء الله جيد، وقاعد يحاول يجتهد حتى على اللهجة. لما قاعد أشوفه في ما أدراك ما أمي قاعد يتحكى اللهجة الكويتية صح، قاعد يحاول يجتهد، تطلع منه مني شوية شيء بس جيد. إنزين، فاطمة الصفي كانت مذهلة صراحة. فاطمة الصفي دائما أقول نشم فيها ريحة من سعاد عبد الله بعمرها في مرحلة الثلاثينات. بشار الشطي أتمنى يعني إذا يعني حكاية إن يا رب يكون هو مات في الجزء الأول فكيتينا، يعني لا تكونين تنقذينه هبة في الجزء الثاني طلعينه يطلع شبح ولا يتزوج بالأحلام، يعني بس خلاص ملينا. مرام قدمت دور مكرر رغم إبداعها الثري. أنا مرام أشوفها فنانة غزيرة، عندها المشاعر غزيرة، بس صراحة حسيت أدائها نسخة أخرى من دورها في فضة قلبها أبيض لما عرفت أن زوجها خالد أمين يحب واحدة ثانية وكانت وياه عنده بالعيادة اللي هي بنت اسمهان توفيق المصرية اللي بعدين تموت، وبعدين هو يتزوجها وهذا تصير. حسيت أنه تكرار، يمكن لو جايبة ممثلة ثانية غير مرام ما حسينا هذا الإحساس، بس هي قدمت هذا الدور من سابق. حمد أشكناني كان مذهل. حمد هم تطور من ناحية اختيار أدواره، ذبحنا وذبح نفسه، قعد فترة كل مسلسل يطلع يا مريض، بسم الله عليه طبعا، يا مريض يا سرطان يا ما أدري شنو يا يصير له حادث و يتحول مشلول نفس أم نرويح تلينا بالمواجهة هم مريض ما يعني صج يعني حكر نفسه وأهدر طاقاته. حسيت إنه جدد طاقاته من خلال دوره في دفعة القاهرة اللي كان فيها قدم فيها الشخصية المغرورة، مع ذلك في رومانس في كوميديا بطريقة مختلفة، دور يحتسب في تاريخ حمد أشكناني. محمد خليل كان ممتاز، مرات يكون متذبذب نوعا ما في الأداء، يعني يبيله يكون أكثر ثقة في نفسه. هو قدم مجموعة من الأعمال جدا ممتازة. أسوأ ممثل بالنسبة لي أنا شفته في دفعة القاهرة هو مهند الحمدي، وجهه فلات ما في مشاعر، هو يركز على الصوت. انت ممثل لك مشاعر اداء، وجهه فلات الناس اندمجت مع القصة بعيد عن ادائه، اداء واقف. هو مو كل يعني في ناس انا اشوفه عادي، يعني انا اشوفه وايد عادي مهند الحمدي، ممكن أه
في ناس تشوفه جميل ودايخين عليه، بالذات المراهقات وهذول واو، بس الشكل هو مو كل شيء. كل يوم يطلع فنان، حط باعتبارك كل يوم بيطلع فنان اكثر منك وسامه، اجمل منك، ممثل اقوى. ما دخل انك خريج المعهد، ما دخله. في ناس ما دشوا المعهد يمتلكون موهبه جبار. محمود بشيري ما دش، بس ممثل جيد بغض النظر عن التهريج اللي يسويه بالسوشيال ميديا، استغلال بعض الناس طريقة بسنابة فيها كثير من تقليل القدر. احنا قاعد نشوف في اشياء قاعد تصير بسنابة مو حلوة. في وايد فنانين نساء او رجال ما دشوا المعهد العالي بس يمتلكون موهبة اعلى. انا ذكرني هو معتمد على الام بي سي، بس تذكر شغلة يا مهند، تذكر ان الام بي سي لو دامت لغيرك لما اتصلت اليك. ام بي سي كل فترة وفترة عندها هبة. منو قبلك؟ بدر آل زيدان. فرضوه ورزوه ورفعوه، على فكرة ممثل احسن منك. اليوم وين بدر آل زيدان؟ وين بالام بي سي؟ ذكرتني تدري منو؟ يعني من الفنانين اللي اعتمدوا على شكلهم مع غض النظر انه هو اعتزل، مشعل الجاسر الله يذكره بالخير. مشعل طلع في وقت ما في الشكل هذا، ابيض مشوقر مجسم، بس موهبته كانت ضعيفه. اشتغل واخذ بطولات مره ومرتين وثلاثه على شكله، لكن ما قدر يطور من قدراته. طلعوا بعدين فنانين شباب فيهم وسامه اكثر منه وفيهم موهبه اعلى منه. يعني من الناس اللي اثروا، انا ارد اقول محمود، انا عبد الله ابو شيري ما اعتبره شكل، محترامي الشديد يذكرني في محمد المنصور. يطلع شكليا اكثر من موهبته. الشكل، الرزه، البدله، الستايل مالي اللي ما كذي. انا محمود اشوفه لا كان. بعدين طلع علي كاكولي موهبه اعلى وهم وسيم. طلع بعدين حسين المهدي، عبد الله بهمن، وكلهم يعني يمتلكون وسامات بطريقه مختلفه ولكن موهبه اعلى من مشعل الجاسر. فانزوى مشعل الجاسر، قل الطلب عليه قبل ما ان يدش في مرحله اتذكر وفاه والدته الله يرحمها، بعدها تأزم يوم دفانه واعتزل واتجه الى ربه، اعتزال ديني. ف لا تكون، حاول تطور من نفسك، مو غلط. يعني شوف انا قاعد احكي اقول خالد الشاعر لما ابتدى كممثل كان ضعيف، كان كانه يقدم. طور نفسه، اليوم مهم. انا واحد اقول يمثل قبل ما يقدم. الانسان الشاطر صدق ممكن يتضايق لكلمه سمعها، لكن من اجل تطويره. اذا انت تبي تطول عمرك في المجال الفني وتمثل وتستفيد من شهادتك و و و ترى على فكره في، مو شرط انك خريج معهد، ترى في دكاتره يدرسون بالمعهد معاهد فنيه ما قدروا يصيرون نجوم. نفس في مصر سعد أردش وسناء شافع كانوا يدرسون في الكويت، لكن هم في مصر شنو؟ كومبارس، ولا لهم قيمة. فمحتاج أنك تتعب على نفسك أكثر من شيء إذا أنت تبي تستمر. حلو؟
نور غندور قدمت دور وايد حلو اللي هم التوأم، في مشاعر مختلفة متضادة، اشتغلت على التفاصيل، كانت مبهرة أمانة نور غندور في دفعة القاهرة. لولو الملة من الأدوار اللي تحتسب لها. أنا البنت هذه صراحة متحيزة لها. الوجه الكويتي الصميم المعبر اللي في كل عمل قاعد تقدمه تختلف عن العمل الآخر. يعني أنا أمانة طبعا هي لولو الملة سبب تعتبر واحدة من اكتشافات الفنانة الكبيرة سعد عبد الله، لما شافتها من خلال برنامج ليمتة اللي على اليوتيوب ورشحتها في عملها من روحت لينا وأبهرتنا، وصارت كل عمل قاعد تتطور وتتطور وتتطور، وأتوقع لها تكون لها مكانة كبيرة. لكل مجتهد النصيب. المخرج علي العلي أنا ما حسيت إنك يعني أنت عطيت الأجواء بس ما حركت الممثلين بشكل كافي. هند البلوشي ضيفة شرف بس ما حسيت إن الدور ضاف لها، بس يمكن هي حبت تخوض التجربة من خلال عمل مختلف الناس راح تلتحم مع أجواءه. الناس حبت أجواء دفعة القاهرة ولكن ما كان مشبع بشكل كافي. محمد العجيمي، محمد العجيمي إمكانياته أكبر وايد من الدور اللي انعطاله في دفعة القاهرة، عكس في أنا عندي نص. الدور كان أكبر من إمكانياته. وسمعت إنه بيسوي له جزء ثاني. وأنا أبي أعرف من المنتج باسم عبد الأمير، مس شمس مو كان مفروض تشتغل فيه؟ مو كان هي مفروض تاخذ دور المغنية اللي ترتبط بعلاقة مع مهند و ليش تم الاختفاء بعد التصريح ان هي تكون بالعمل؟ اتمنى رد من المنتج باسم عبد الامير. نشوف مقاطع من دفعة القاهرة ونرجع معك. شوف الحين نتكلم عن مسلسل الديرفة. الديرفة طبعا تأليف علياء الكاظمي، إخراج مناف عبدال، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، محمد المنصور، هيفاء عادل، عبير الجندي، طبعا من غير ترتيب الأسامي، اسمهان توفيق، نور الكويتية، حسين المهدي، بثينة الرئيسي، عبد الله عبد العزيز المسلم، عبد الله بهمن، غدير السبتي، عبد الرحمن العقل، عبد الرحمن الدين، محمد جابر. العمل من ناحية التأليف لا غبار عليه طبعا، تأليف علياء الكاظمي، لكن أمانة يعني عشان نكون منصفين لو كان المخرج غير مناف عبدال كان الموضوع اختلف تماما. مخرج ما يجامل لأن في مجاملات كانت في المسلسل طلعته بشكل غير جيد. هو مش حكاية ان انا ابني قرية تراثية وبعدين اهدمها عشان اوري من انا يعني مخرج امانة عشان نتحكى بالحق، مناف ارتفع مستوى الاخراجي شوية زيادة عن الاعمال المأساة السابقة، لكن يظل العمل ضعيف. أنا أقول لكم شلون. أولاً هو راح من ناحية تسويقية
ياب حسين المهدي وبثينة الرئيسي، خصوصا ان في كاريزما بينهم وربع في هارموني بينهم حلو، وفنانين لا غبار عليهم. يعني حسين المهدي فنان يمكن انا اختلف معاه في اشياء، ولكن الصراحه كممثل قوي. لان انا ما احب في عنده كلمه، كل ما حد يحاكي بشيء كم تدفع لي، انا ما احب الحكايه هذه، حكايه كم تدفع لي. يعني في وايد اشياء في الدنيا النظر لمضمونها قبل كم تدفع لي. يعني كلمه كم تدفع لي هذه يقولها واحد عنده 15 ياهل وعنده ثلاث اربع بيوت يعني يصرف عليها. فاتمنى طبعي يغيره حسين المهدي، لان هذا خلنا نتجاوز احسن. حسين المهدي وبثينة الرئيسي ما يصلحون للدور. انا اقول لكم ليش. احداث المسلسل سوري، احداث المسلسل في مرحلة قديمة، في مرحلة القديمة كانوا يتزوجون في سن مبكر. أجدادنا وأبهاتنا كانوا يتزوجون مبكر. حسين وبثينة مع كل المكياج وهذا مبينين ثلاثينات. الدور أكبر. يعني هم كانوا عمرهم أكبر من الشخصيات الموجودة على الورق. مفروض ناس بالكثير عشرينات، أول كانوا يتزوجون 14 و15 و16 سنة. فمو ما يحبون بعض لما 30 وبعدين يجون يتزوجون وتقول له أنا ما زوجك ولد الطقاقة وما أدري شنو وهذه أختي وما. المكياج ولن تعب فيه. يعني أنت جايب هيفاء عادل واسمهان توفيق، يعني صراحة مبين ان يعني انت جايبهم سن مفروض صغار وبعدين يكبرون. المكياج يعني هذا طبعا من عيوب الاخراج ان حولوهم الى مومياء. يعني المكياج غلط. ما دام انت مناف حاط بعينك دائما منظورك دحام، يا ريت تتعلم من دحام. شوف المكياج اللي حطه حق فوز الشطي في لا موسيقى بالاحمدي، اقنعتك ان هي واحده خمسينيه. اقنعت. المكياج كان صح، مو سالفه انا احط تجاعيد وشخوط وما ايش اسوي وخليها تمشي كذي. محمد المنصور طلته لها رونق صراحة، وأداء لا غبار عليه، ما حد يقيم محمد المنصور كممثل. نور الكويتية قدمت دور مركب وايد حلو، بس عندي ان بالحلقات الأخيرة تم إقصائها. يعني المفروض مشاهد لها مشاهد أكثر من كذي صراحة. الدور وايد كانت حلو. نور أنا أعتبرها ب طبعا عشان إحنا نسميها نور الكويتية، عشان اللي قاعد يقول لي هي مو كويتية ليش، ما هي تحمل جواز اللبناني من أصول عراقية، والنعم إن كانت لبنانية أو إن كانت عراقية وتمثل في الكويت. نور انا عندي السنه هذه قدمت اكثر من عمل جيد، طبعا اكيد منهم الديرفة قدمت اداء ممتاز. الى جانب لا موسيقى بالاحمدي، وعندها عمل ثالث بعد سوته كانت ناجحه. انا ارجع هيفاء عادل، العمل عطاها يعني وجودها عطاه رونق. فنانة محبوبة، الناس تحبها، مقلة في أعمالها، تختار بدقة،
لكن مع احترامي الشديد لك من صقر، انت تعرفين محبه شغلاتك، لكن الصراحه يعني اختار المخرج والعمل الانتاجي اللي يكون يليق فيك. هو مناف تقدم في هذا العمل لكن ستيل ايضا ضعيف، وانا ارد واقول هو يقدم مجاملات، عشان كذي يا ابو حسين المهدي مع بثينه ما تعب وايد، مفروض ناس اصغر منهم بالعمر. يعني انا اتوقع انه مفروض انه كان مثلا بعمرها ممكن تكون نور خالد الشيخ. حمد العماني كان ممكن يكون مكان حسين المهدي، مع ان ترى حسين اشتغل وايضا بثينه، عشان نعطي لكل ذي حق حق. احنا قاعد نتحكى ان شكلهم مبين اكبر من الموجود على الورق وللزمن اللي هم المفروض جايين ينتمون منه. عبير الجندي طلتها كانت مهمه لكن ما قدمت شيء من ناحيه الاداء. بهمن عبد الله بهمن قدم دور جبار، لانه له مرحلتين، مرحله الشر ومرحله الخير، اللي حاول فيها انه يطهر نفسه من ظلمه لغدير السبتي والطعن فيها والغدر فيها و و و و و عبد الرحمن العقل نجم، نجم بما تعني الكلمة، وهذا فرقه عن محمد جابر. محمد جابر الدور اللي قدمه في الدور هو أي فنان ممكن يقدمه، مو واحد بثراء أداء محمد جابر. محمد جابر يقط نفسه في كل عمل، مو مشكلة، وإذا هو ينكر كلامي خلي يشوف مشاهده في دورفا وعدد مشاهده في كان خالد وفيلم إيكاروس، مأساة. هذا الفرق بين الفنان، مو الفنان مو بأنك مساحة الدور وانت صار لك كم سنة تمثل، لا لا لا، في ناس تمثل صار لها 50 سنة مو نجوم، وهذه غلطة، هو الشخص ارتكبها في حق ذاته. يعني أنا انجرحت محمد جابر من شفته يرقص في فيلم إيكاروس والعراقية قاعدة تهوس، وهو رقصة ما تلوق بتاريخه بكيانه اليوم كجد. لا إله إلا الله. طبعا أنا بالنسبة لي أسوأ اثنين كانوا في المسلسل عبد الرحمن الدين وعبد الله عبد العزيز مسلم. بنيتهم الجسدية ما يعطونهم الدور اللي هم قدموه، بالذات عبد الله عبد العزيز مسلم غصب، يعني هو حبته صغيرة، شكله ياهل، هو بالعشرينات بس شكله ياهل وما عنده. يعني أنا أنصحه عبد الله إنه يدش نادي عشان يغير تكوين جسمه، نفس النقطة اللي سواها عبد الله عباس وناصر عباس، هم حبتهم من الله بتيت، دشوا النادي تغيروا شكل. هو إذا الإنسان يبي يضعف يدش نادي، يبي يغير شكل جسمه يدش نادي، شيء ضروري. فصراحة أنا بالنسبة لي إن كان عبد الله عبد العزيز مسلم هو الأسوأ، اللوك ماله غير، يعني مو موفق، مبين أكبر منه، الدور يبي له واحد ثاني، يبي له ممثل ثاني،
وحتى أدائه ما حسيت إنه تعب. هو ممثل مسرحي أكثر منه تلفزيوني، ما عنده الخبرة التلفزيونية، والشيء لازم يتعب عليه إذا هو بيصير فنان تلفزيون. وأنا أرد وأقول إن مناف عبدال جامل حسين المهدي وبثينة استغلهم من غير ما يتعب إنه يجيب اثنين غير ويقعد يدرب ويعطي. وهذا أرد أقول هو الفرق بينه وبين محمد دحام وبين عبد الله التركماني كمخرجين وكعيسى ذياب غير. يحتاج شوية تطوير. وعبد الرحمن الدين لم الحين أنا أحس إنه مو قاعد يمثل، قاعد يقدم. هذا الفرق بينه وبين خالد الشاعر، قدر يطور. المطلوب إنه يطور إذا هو يبي يمثل. بس هو مشكلة عبد الرحمن الدين أبي أقدم، أبي أغني، أبي ألف، أبي أسير كل شيء. وأنا ما أدري الصراحة، يعني هو السالفة مجاملات، يعني ما أدري يعني عبد الرحمن الدين شلون يكون مستشار إعلامي أو شيء، يعني في شركة أو مشرف درامي ما شنو في شركة مناف عبدال. مجاملات بس ما يكون على حساب العمل. اليوم خلصنا كشف حساب. أتمنى أن احنا قدمنا حلقة موفقة. أحب أشكر جور سبا الميك اب اليوم والشعر، وأحب أشكر مريم سبهان، وتصبحون على خير ونشوف حلقة قادمة إن شاء الله من كشف حساب. تصبحون على خير.